على متسابقه. وكذلك نذكر بالفائز بالكبار وهو البطل أبلواج سعيد من نادي عين سبع النادي المنظم. نذكر أنه جاءنا بلاغ رياضي إخباري من الجزائر حيث فاز المتسابق المغربي الحسيني محسن بالرتبة الأولى في طواف الجزائر متبوعا كذلك بمغربي آخر وبالرتبة الخامسة كذلك لمغربي. فهنيئا للأبطال المغاربة على هذا الإنتاج وهم ثلاث متسابقين ضمن العشر الأوائل في الجزائر بمشاركة العديد من الدول التي كانت تتنافس مع المغرب واستطاع المغربي الحسيني أن يفوز بسباق اليوم. فتشجيعات أيها الجماهير الرياضية، هذه نتيجة سارة من مدينة بن سليمان، مدينة الرياضة والرياضيين، مدينة التي نتمنى إن شاء الله